هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا الاء الشبراوي، اخصائيه التجميل والليزر. هقولك النهارده على حركه سحريه لو عملتيها تقلل معاكي من هيشان الشعر تماما. كلنا قبل ما بندخل ننام بنبقى مسرحين شعرنا كويس قوي، ولما بنصحى بنلاقي شعرنا كله هايش. ايه سبب الموضوع ده؟ مبدئيا كده عايزه اعرفكم ان الهيشان بيبقى قله ترطيب في الشعر، فقله الترطيب بتعمل جفاف، فالجفاف بيعمل هيشان، فبالتالي ممكن يعمل تقصف للشعر وبعد كده ما بيبقاش ليه علاج. لكن الهيشان لو عالجناه من البداية ما بيوصلش للتقصف، لكن التقصف الحل الوحيد ليه هو قص الشعر مش اكتر. فاللي فهمناه ان احنا لازم نرطب الشعر عشان ما يحصلش هيشان، فاول حاجة ان انا لازم استخدم حمام كريم مرتين في الاسبوع، وكمان استخدم الكونديشنر على الشعر مرة بعد الشامبو، ده هيرطب معايا الشعراية كويس قوي. طيب كمان انا بعمل حاجة، او معظمنا بنعمل حاجة غلط، وهي اننا بعد ما بنخلص شاور بنمسك شعرنا بالفوطة وننشفها، وده بيعمل هيشان لانها بتسحب كل المية اللي موجودة في الشعر، فدي مستحية تماما. عايزة اقول لكم من الحاجات اللي بتدمر الشعر. طيب ايه بقى الصح؟ ان انا الف شعري بفوطة مايكرو فايبر، دي بتجيبيها من اي محل بتاع ميك اب، او ان انا بنشفه بتي شيرت قطن عندي، بحيث ان ما تمتصش كل المية اللي موجودة في الشعر وتسيبها مندية شوية. طيب في حاجة كمان، وهو البونيستاتين، ممكن البس بونيستاتين برضو نفس الكلام، مش بيخلي الشعر يمتص المية كلها. طيب وظيفة بقى الفوطة المايكرو فايبر ايه؟ هي ان هي بتمتص المية الزيادة بس، لكن بتسيب الشعر مندي. عايزة برضو اقول لكم ان هي معايا دلوقتي وده شكلها. كلنا اكيد عندنا حاجة زي كده بتمتص بس المية وتلاقيها مش بتنشف قوي، حتى انت لو بتنشفي بيها وشك مش هتلاقيها بتنشف قوي، ده معناه ان هي بتخلي الشعرايه مترطبه معايا. فهي طريقتها سهله جدا، وهي بعد ما بخلص شاور المفروض ببدا الف شعري بيها، اسيبها مثلا حوالي نص ساعه تمتص الميه الزياده اللي في الشعر، وبعدين ابدا اسرح شعري. شعري المفروض اسرحه ولا يبقى مبلول خالص ولا يبقى جاف تماما، لا يبقى مندي، وده وظيفه الفوطة المايكرو فايبر. كمان اقدر انام بيها بالليل، او اخلي مثلا المخدة بتاعتي تكون ستان، من الستان ده بيخلي الهيشان يقل معايا تماما، ومن اول مرة انت هتحسي بنتيجة. وموضوع الهيشان بيقل مع ناس كتير جدا بنسبة 100%، ومعظم الناس ممكن يوصل معاها ل 70-80% لو جربتي الحاجات دي. عايزه اقولك كمان ان سعر الفوطة مش غالي خالص، يعني هي بتبدأ معاكي من 20 جنيه على حسب الماتيريال بتاعتها، بس بجد هتفرق معاكي جدا في موضوع الهيشان، والناس اللي بتجرب الموضوع ده اكيد عارفينه، فلو انت ما جربتوش قبل كده جربيه وبجد هيفرق معاكي جدا. وبكده نكون خلصنا حلقتنا. لو عجبتك لايك وشير، واكتبوا لي في الكومنتس لو عايزيني اتكلم عن مواضيع معينة عايزيني اتكلم فيها.